وانت فعلا مقطوعه من شجره؟ ما عندكيش اهل يعني؟ يعني على حسب. بتفهم كلمه اهل دي ازاي؟ اهل يعني اب ام اخوات كلام من ده. ده مفهوم العيله بالنسبه لي. اصل ما عنديش من دول، ما عنديش الا اخويا الصغير اللي بعتبره زي ابني. ابويا وامي ماتوا وانا عندي 16 سنه، ماتوا في حادثه قطر. كان معاهم اخويا حته لحمه حمراء، سبحان الله هو نيجي وهم لا. بعدها سبت العلام وربيت الواد على اساس انه هو ابني، ومن ساعتها بقى وانا عايشه كده على الله حكايتي. ما عرفنيش لا اهلي ولا عيله غير شويه ناس من طريفه بره مصر كله. حقك عليا يا ست الكل، رغيت عن حالي كتير، بس انا كنت عايز اوصل لك ان انا فاهم يعني يبقى صعب على الواحد يبقى عايش كده من غير لا عيله ولا عزوه. الاصعب بقى لما يبقى عندك كل دول، اب وام واخوات، وبدل ما يبقى هم عزوتك وقوتك يبقى هم اول ناس ينهشوا في لحمك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.